اوكي، السلام عليكم ورحمة الله. هناخد النهاردة هنكمل الأكيوت انفلاميشن عشان نخلصه كله، بس أنا عايزاكم وانتوا بتذاكروا باثولوجي لازم تكونوا حاطين عناوين للدرس، يعني عشان تكون الدرس كله في دماغكم. فيعني عارفين الأكيوت انفلاميشن احنا عرفنا عنه ايه. المرة اللي فاتت أخدنا الديفينيشن اللي هو عبارة عن اللي هو أكيوت سادن onset short duration، وغالبا هينتهي بهيلينج، وان هو بيبقى عنده سيمتومز اكيوت، بتبقى السيمتومز بتاعته سيفير سيمتومز كده. بعد كده اخدنا الكلينيكال بيكتشر، قلنا ان هي في لوكال اللي هي الكاردينال ساين، اسمهم كاردينال ساين اللي هم الخمسه، ريدنس، لا قولوا معايا، انا بقول لوحدي ولا بقول لوحدي؟ بقول لهم، انا بقول لامي معايا، ريدنس، هوتنس، سويلينج، بين، ولوس اوف فانكشن. وقلنا ان في سيستميك مانيفستيشنز اللي هم ايه، فيفر، ماليز، ولوس اوف ابيتايت. وقلنا ان اليوكوسايتوزس ما عدا في حالات معينه بيبقى فيها ليوكوبينيا، و اللي هم الاكيوت فيز رياكتنس اللي هم سي رياكتيف بروتين والاي اس ار بيبقوا عاليين. وبعد كده الباثوجينيزس، دايما بصوا احنا دلوقتي باثولوجي بيبقى ليه تيرمز معينه، خلي بالكم، والتيرمز بتاعت الباثولوجي هي دي اللي هتمشي عليها في الكلينيكال. انا قصدي يعني طريقه الكلمات في الباثولوجي هي دي اللي هتمشي فيها في الكلينيكال. باثوجينيزس بمعنى الميكانيزم، تمام؟ باثوجينيزس الميكانيزم، الميكانيزم ايه اللي بيحصل في الاكيوت انفلاميشن؟ قلنا الفاسكولار وقلنا السيلولار تشينجز وشرحناهم الفيديو اللي فات. النهارده هنكمل بقيه الاكيوت انفلاميشن، هناخد التايبس والفيت والكومبليكيشن دولت على طول مع بعض. خليني بس اقول لكم حاجه مهمه، لما يجي لكم سؤال انا هقول لكم ايه اللي بيجي قاسي، معروف الباثولوجي ايه اللي بيجي قاسي. السؤال يقول لك، يقول لك ايه الاوت كام، او قال لك ايه الفيت، او قال لك ايه الكومبليكيشن، ما تقوليش هو طلب مني الفيت فاكتب الفيت بس، لا، طلب منك الفيت تكتب الفيت والكومبليكيشن، ولو عرفت تكتب الكلينيكال بيكتشر يبقى زي الفل، تكتب الكلينيكال بيكتشر كذا كذا كذا، الفيت كذا كذا، الكومبليكيشن. هو لو قال لك فيت وعايز فيت وكومبليكيشن بس، امن نفسك يعني هيحصل لك حاجه، تمام؟ فالفيت والكومبليكيشنز بيتكتبوا مع بعض. وبعد كده كلمتين كده البنفيتس والادفيرس افكت دولت برده ممكن يجوا قاسي، تمام؟ types of acute inflammation دي لذيذه، وهتلاقوني وانتم ماشيين في الفيديو حاطالكوا صور حقيقيه، هتنبسطوا، هتحسوا ان النهارده ان انتم بداتوا كده تخشوا كلينيكال، ولما تشوفوا الحاله دي تعرفوا اسمها ايه. طيب عندنا types of acute inflammation، بصوا اعرفوها بالطريقه بتاعتي، في non suppurative و suppurative. ايه ده بقى؟ يعني ايه كلمه suppurative اصلا؟ suppurative يعني pus، يعني صديد. عارفين اكيد كلنا شفنا الصديد في مره في حياتنا، لا يمكن، الصديد اللي هو لونه اصفر ده اللي احنا بنتكلم عنه، صديد يعني باس. في صديد اسمها سابيوريشن سابيوراتيف او بيوريلنت، تمام؟ او بايوجينيك، بيوريلنت بايوجينيك سابيوراتيف، ده معناها ان في ايه، صديد. نان سابيوراتيف معناها ان في اكيوت انفلاميشن بس من غير صديد. انا بس عايزه اقول لكم، افكركم يعني ايه اكيوت انفلاميشن، يعني الحته اللي فيها انفلاميشن دي عباره عن ايه، عبارة عن السبب بتاع الانفلاميشن، ولنقل مثلا ان هو البكتيريا بالتوكسنز بتاعتها. وعبارة عن ايه؟ عبارة ان حصل فازو دايلاتيشن، الحتة دي لونها احمر عشان حصل فازو دايلاتيشن. وعشان حصل فازو دايلاتيشن طلع ايه؟ ايه السائل المميز للانفلاميشن؟ كان اسمه ايه؟ اكزودات. الاكزود ده اللي بيطلع في الاكيوت انفلاميشن، والاكزود ده فيه بروتين كبير اللي هو مين؟ الفايبرين، اللي هو بيتحول لفايبرين وبيعمل لي الشبكة، تمام؟ وايه تاني؟ اخر حاجة فاضلة ان انا ما قلتهاش، اللي هي الانفلاماتوري سيلز، اللي غالبا الانفلاماتوري سيلز في الاكيوت انفلاميشن بتبقى مين اكتر واحدة؟ النيوتروفيلز. المنظر ده وهو ده الاكيوت انفلاميشن، لازم يكون على طول حاطة في دماغي يعني ايه اكيوت انفلاميشن؟ يعني فازو دايلاتيشن طلع اكزودت، الاكزودت بالفايبرين بالشبكة اللي هي الفايبرين دي محوطة على البكتيريا والتوكسنز بتاعتها، وفي الانفلاماتوري سيلز اللي غالبا بتبقى نيوتروفيلز، وبتحصل معركة، يا اكيد هيبقى في ضحايا للمعركة دي، شوية نيوتروفيلز هتموت، شوية سيلز هتموت. السيلز لما تموت، السيلز طبعا المعركة دي بتحصل في جسم الانسان، يعني في سيلز، كل دي سيلز سيلز سيلز. طبعا ارض المعركة اللي هي السيلز دي ممكن السيلز تموت، السيل ديت لما ناخدها في درس السيل انجري اسمها نيكروزس، نيكروزس يعني الخليه بتموت، مش الابوبتوز ده انتوا اخدتوه قبل كده، ده انتحار الخليه، انما نيكروز لا، الخليه بتموت بسبب حاجه. فالنيكروزس الانفلاميشن ممكن يعمل لي نيكروز، شويه سيلز تبقى نيكروتك تموت، تمام؟ ونفس الكلام البكتيريا، شويه بكتيريا هتموت. وهنقول ايه تاني، النيوتروفيل، شويه نيوتروفيلز هتموت، والانزيمات اللي فيها تتحرر. يعني هي عباره عن معركه فيها ضحايا وفيها جنود وفيها خصم. افتكروا دايما
انا عندي الخصم والجنود اللي هي النيوتروفيلز وارض المعركه اللي هي الاكزودت بالفايبر نتوركس بتاعتها. انا ليه بكرر الحته دي؟ عشان مهمه خطيره جدا. عايزه اقول لكم برده حاجه تانية في الباثولوجي، في كده حته هيستولوجي، حتى هو الباثولوجي عباره عن كده، عباره عن دايما في كلمتين بنقولهم اللي هم جروس ومايكروسكوبيك. يلا بالمره نقول ايه شويه قواعد في الباثولوجي في الاول، بما اننا في الاول. يعني ايه جروس ومايكروسكوبيك؟ دي على فكره الحاجات دي اللي المفروض كانت عليكم في العملي، واللي هو بيبقى امتحان شيفت وكده، في الباثولوجي بتعدوا على مايكروسكوبات وبتعدوا على جار اللي هو بيبقى برطمان وجواه عينه. جروس ومايكروس. جروس يعني انا بعيني شايفه ايه، انا شايفه ايه بعيني، وبيبقى ليكوا اطلس وكده، مش عارفه انتوا هتمتحنوا بس بيبقى فيه اطلس وبتحفظوا الكلام ده. فجروس انا شايفه ايه بعيني، انما مايكروسكوبيك انا ايه التغييرات اللي شايفاها تحت الميكروسكوب. تمام، اي حاجه في الباثولوجي لازم نتكلم جروس ومايكروسكوبيك. في حاجه تانية، السبريد. لما اقول كلمه سبريد، لما اقول كلمه سبريد في اي حته، ها سبعين دي سبريد في اي حته، دي انا بص طالما زعقت كده يبقى مهم. سبريد ده الكلام ده اقسم بالله عشان الكلينيك كانوا سبريد اي سبريد، اي حاجه عندها القابليه في جسمي، اي مرض عنده القابليه ان هو ينتشر، هتقوم نازل لي بثلاث حاجات وممكن نزود عليهم رابعه، بس ثلاثه كده ده بالحاجات اللي لازم تبقى يعني اسطمبه في دماغك، اسطمبه ما فيهاش اللي هو مش لسه هقعد افكر السبريد رايح فين، لا دي اسطمبه في دماغك. اي انتشار، ورم ممكن ينتشر، صديد ممكن ينتشر، هو بيبقى صديد وورم. اي اول بتسمع كلمه سبريد على طول طخ طخ طخ، السبريد ده بيبقى ايه؟ دايركت سبريد او بلاد او لمفاتيك. يعني ايه الكلام ده؟ ده هيبان قوي قوي لما بتاخدوا الاورام بعد كده. دايما هيقول لك السبريد في الاورام اللي هو الميتاستاسيس، ما علينا في الاورام، في الاورام بيبقى الانتشار دايركت او بلاد اللي هو الهيماتوجينس او الليمفاتيك. يعني ايه دايركت؟ يعني مثلا النهارده هناخد الصديد، لو الصديد مكانه هنا مثلا في في طلع في ماسل او طلع في عظمه، هينتشر الحته اللي جنبها على طول، ده اسمه دايركت سبريد، حته جنبها على طول. يا اما بلاد يعني البلاد سبلاي بتاع الحته اللي فيها الباس او اللي فيها اللي هو الورم، هتنزل شويه حاجات الورم مثلا خلايا من الورم، او في الباس هنقول ايه اللي هيمشي في الدم. المهم ان هيحصل انتشار لاماكن اخرى، ان الورم ده او الباس ده هو طالع اصلا فين، هو طالع اصلا فين، هو اصلا طالع في الحته دي، رحت لقيت باس طالع في حته تانية خالص في جسمي. ايه التفسير؟ انتشر عن طريق الدم، انتشر عن طريق الدم. زي مثلا اعتقد كلنا عارفين حكايه ان يكون ايه خطر الورم، الورم طالع في حته مثلا، واحد لا قدر الله واحد عندها بريست كانسر، هو الورم في البريست، لكن ممكن خلايا الورم تروح على البلاد سبلاي بتاع البريست وتروح على ظهرها يوجعها، تعمل اكس راي او تعمل اشعه على الظهر تلاقي الظهر فيه ورم. الله ايش جاب ده لده؟ بهو ده عن طريق انتشار عن طريق الدم، يبقى دايركت وبلاد والليمفاتكس. الليمفاتكس انتشار عن طريق اللي ما هو الحته، اي جزء في جسمي مش جاي له ارتيريال سبلاي وطالع منه فينس وبياخد ليمفاتيك درينج. ما ده بقى اللي بعد كده في الكلينيكال، لان انت كل ما هتاخدوا حته اكتر تاخدوا كل جزء في الجسم، لازم تكونوا عارفين البلاد سبلاي بتاعه ايه والفينس درينج بتاعه، والسوري الليمفاتيك درينج بتاعه ايه. اشمعنى؟ عشان اكون عارفه ان في الاخر انا اشمعنى في البريست كانسر قلت ان هو ودع البون، اشمعنى؟ عشان البلاد بتاعه فيه وصله، فيه وصله ما بين الفينز بتاعه البريست والفينز بتاعه الفيرتيبرال كون، فبالتالي خلايا الورم ممكن تخش في البلاد اللي هو في الوصله دي وتروح اول حته تروحها البون. فعشان كده دي اهميه الاناتومي، مش هتحتاجوا كل الاناتومي ده كله، هتحتاجوا بس انتوا تعرفوا حاجات معينه في كل حاجه، اللي هو مثلا البلاد سبلاي عشان اعرف الورم ممكن ينتشر يروح فين. الليمفاتكس نفس الكلام، اكون عارفه كل حته الليمف درينج بتاعها ايه، عشان مثلا دايما لما بيجي حد، لما الدكتور بيعمل بيقوم عامل هو اكزامينيشن للليمفاتكس مثلا، فين يختي، فين رامي، فين رامي، ماشي، مش بيجي ويعمل ايه اكزامينيشن للليمفاتكس اللي هو السبمنتال والسبمانديبولار واللي هي والسيرفايكال والفرشا والكلام ده كله، ليه بيشوف الليمف نودز؟ عشان لو الليمف نودز المفروض ما يحسهاش، المفروض ما يحسهاش، لو حسها
يبقى كده حصل سبريد. السبريد ده ممكن يكون عنده ورم منتشر للليمف نود، او ممكن يكون عنده انفلاميشن، اكيوت انفلاميشن زي ما هنقول كمان شويه، وكبر الليمف نود. ما هو هو كده انا لسه والله مذاكراها قبل كده، اخر حاجه مذاكراها قبل ما نخش في الاجازه دي، اللي هو ايه اسباب ان الليمف نودز احسها وتكبر وتكون بتوجعني. مش لازم تكون بتوجعني، المهم ان هي تكبر وخلاص اكون حاساها، يا اما يكون ورم وانتشر، يا اما يكون انفلاميشن وانتشر. تمام، انا معلش بس المفروض الحاجات دي لذيذه والله. تمام، فاي سبريد في الدنيا تقول لي ثلاث حاجات: دايركت وبلاد وليمفاتكس، والليمفاتكس قبل البلاد كمان عشان دايما الاورام تنتشر بالليمفاتكس اسرع. دايركت ليمفاتكس بلاد، دايركت ليمفاتكس بلاد. ممكن تزود عليها واحده رابعه اللي هي ناتشرال باسجز. ناتشرال باسجز يعني ايه؟ يعني مثلا افرض واحد حصل له انفلاميشن في الكيدني، هنقول دلوقتي ايه هي الحاجه اللي بتنتشر في الكيدني، ممكن يتنقل عن طريق اليوريتر او مثلا فالوبيان تيوب. مش فاهمين الفكره؟ الناتشرال باسجز يعني ايه؟ قنوات موجوده اوريدي في جسمي ممكن عن طريقها ينتقل الحاجه. ندخل بقى على الدرس بتاعنا اللي هو انواع الاكيوت. خلي بالك كل ده في الاكيوت، في سابيوراتيف ونان سابيوراتيف. انا بحب اقسمهم ازاي؟ النان سابيوراتيف انا بحس احب اقسمهم ثلاثه كاتيجوري. نان سابيوراتيف يعني ما فيش صديد، يعني كل اللي فيه هو اكزودت، بس يختلف هل في اكزودت بفايبرين ولا اكزودت من غير فايبرين ولا اكزودت مع ريد بلاد سيلز. فاهمين الفكره؟ يعني كل واحد فيهم ليه منظر. انا بحب في النان سابيوراتيف هم سبعه، اقسمهم 3 1 3 3 1 3. 3 مايلد يعني ما فيهمش خطوره وبيخفوا بسهوله، و3 سيفير لو جم للعيان، ودي اللي انا حاطه لكم ليها كل حاجه يعني لمعظم الحاجات صور. سيفير سيفير وحشه جدا، هو انفلاميشن بينتهي نهايه وحشه جدا، وواحد فاريبل على حسب. التلاتة المايلد كاتارال وسيروس وسيرو فايبرينس او فايبرينس. كاتارال يعني ايه؟ يعني هو الانفلاميشن، الحتة اللي هو اللي فيها الانفلاميشن بتطلع ميوكس كتير بس. شكرا، ما هنتكلم بقى شوية عن التفصيل بتاعته. سيروس يعني الحتة اللي فيها انفلاميشن بتطلع اكزودت بس من غير فايبرين. سيرو فايبرنس يعني في اكزودت بفايبرين. فاهمين الفكره؟ حلو قوي. النوع الفاريبل وبديهي جدا، انا ما اقول لكم الكلمه هتعرفوا هي ليه فاريبل، الالرجيك. مش الالرجي اللي هي الحساسيه دي، ده انفلاميشن. بقول لكم اي معركه في الجسم عباره عن انفلاميشن. الالرجي دي انفلاميشن، ما بين مثلا واحد عنده حساسيه من التراب، ده الفورين بودي وبيهاجموا الايزينو في اللي هو الجهاز المناعي بتاعي، مش ده انفلاميشن ومش انفلاميشن. مش انا عندي جسم غريب والجسم بيهاجمه، ده انفلاميشن. يبقى بس الالرجي في ناس يجي لها حساسيه يعني شويه كحه شويه صداع حاجه بسيطه، وفي ناس يجي لها حساسيه تتخنق، فده فاريبل على حسب طبيعه الجسم. السيفير فورم بقى الوحشين قوي اللي هو السودو ميمبرنس. سودو يعني كاذب، ميمبرنس هنشرحه، ده وحش جدا. والهيموراجيك ده برده وحش جدا، والجانجرينس ده وحش جدا جدا جدا، لدرجه ان انا لما جيت احط لكم صوره حاولت بقدر المستطاع انقل لكم صوره تراعي بس مشاعركم شويه. فمين مين اكتر فورم سيفير؟ الجانجرينس. دي تيجي ام سي كيو، مين اكتر فورم سيفير؟ كان جانجرينس. بس انتوا عارفين ان السودو ميمبرنس والهيموراجيك سيفير برضو، بس مين اصفر واحد؟ الجانجرينس. ومين المايلدست فورم؟ المايلدست فورم هم السيرو فايبرنس، وهنشرح وهنقول ليش معنى السيرو فايبرنس هو سوري ده الكومنست. المايلدست انا كنت كاتبه ده الكومنست. السيرو فايبرنس ده الكومنست، الكومن الكومنست. المايلدست هو الكتار، المايلدست هو الكتار. تمام، سيبكم من السابيوراتيف هنرجع لها دلوقتي، بس خلينا في النان سابيوراتيف. تعالوا بقى نتكلم كلمتين تفتين عن كل واحده فيهم. الكاتارال قلت لكم كاتارال يعني ايه؟ يعني ميوكس سيكريشن كتير. عارفين الكاتارال ده ايه؟ عارفين لما واحد يجيله برد، لما احنا بنجيب برد مش بنقعد كل طول النهار نف 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 نف، بقى هو ده عباره عن ايه؟ ميوكس بس. فالكاتارال ده بيجي في ميوكس ممبرين. الكاتارال كاتارال بيجي في ميوكس ممبرين، قلنا ان ده المايلدست فور، وبيزيد في ميوكس سيكريشن. تمام، بيجي فين؟ في اللي هي الاماكن زي ايه؟ اللي هي الميوكس ممبرين زي النوز، البرونكاي، الجي اي تي، لو حصل فيهم انفلاميشن خفيف يزيد ايه؟ الميوكس سيكريشن في حالات الكومن كولد مثلا. الجروس هنا لما لو جيت انا لا قدر الله وانا عندي مثلا برد ورحت عملت ايه؟ مسكت مناخيري ورحت قطعتها كده اهو، هبص على مناخيري من جوه هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ لا بجد، لا بجد هلاقي ايه؟ ثانية واحدة، هلاقي ايه؟ اقلب البتاعة دي دلوقتي، اقلبها، هلاقي ايه؟
redness, hotness, swelling, pain, loss of function. ده ايه؟ ده مرحلة ده الهبيه ده، اي حد هبيل هيقولها. انا هلاقي ان الميوكوزا red وسوولن وهوتنس، ما صباح الفل، وفي بين في الحته دي، مش خلاص مش حوار، تمام. فالميوكوزا بتبقى سوولن وريد، وفي ديسشارج. الديسشارج ده نوعه ايه؟ ميوكس بس، شكرا شكرا. تحت الميكروسكوب سبحان الله هلاقي الخلايا سوولن برضو وفيها فاكيولز. الفاكيولز دي ليه؟ الفاكيولز دي عشان فيها اللي هو ميوكس سكريشن. بس دايما الخلايا اللي فيها ميوكس سكريشن هناخدها بعدين، اسمها السنجل سيل، تمام. السيرس تاني، ده اللي انا عايزاكم تعرفوا عن الكتارول وكده، فل الفل وزي الفل زي الفل. السيرس، النوع السيرس ده بيقول لك بيبقى فيه الاكزوديت، بيبقى عباره عن حرفيا ميه، كلير فلويد، كلير فلويد، ما فيهوش حتى ما فيهوش فايبرين، كلير خالص. بيجي فين؟ لو حصل انفلاميشن في السيرس كافيتيز. عارفين ايه السيرس كافيتيز؟ اللي هم اللي حوالين اللنج، اللي هي البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم. هل ممكن يحصل فيها انفلاميشن؟ اي نعم، وهتاخدوهم بعدين، تبقى انفلاميشن خطيره جدا. ممكن الانفلاميشن ده يكون على حسب طبعا الكوز، ممكن يكون الانفلاميشن ده يكون نوعه سيرس، فبالتالي يكون بس هنا في كلير فلويد، وده عادي بيبقى خفيف جدا وبيحصل له ريزوليوشن. ما بيحصل له ريزوليوشن يعني ايه؟ يتشفط، ما فيش حاجه هتفضل مكانه، هنتكلم عن الكلام ده كمان شويه. فالسيرس اول احتمال ان هو يجي في سيرس كافيتي، او ممكن يجي على السكين. امتى؟ عارفين لو واحد اتحرق حرق من الدرجة اللي هي التانية او اللي هي حرق خفيف، الحرق ده ممكن يطلع بقليل، بقليل صح؟ عارفين البقليل اللي في السكين دي الفلويد جواها ليها لون؟ لا انا بكلمش على الخراج، بكلم لو حد اتلسع قبل كده وطلع له بقليل، البقليل دي مبيبقاش ليها لون، بتبقى ملهاش لون. السكين بلستر هبقى اجيب لكم برضو صورة ليها، المفروض ان الصورة تطلع ايه دلوقتي، تمام. السكين بلستر يبقى احنا لو شايفين هتلاقي ان هي عباره عن جواها كلير فلويد، كلير فلويد ده بسبب الحرق، يبقى ممكن تحصل في السيرس كافيتيز وممكن تحصل في السكين، تمام. السيرس ده زي ما قلنا عباره عن اكزوديت، بس دي تيجي ام سي كيو بقى. هو اولا باي ذا واي يعني النان سفيرتيف كلهم ام سي كيو، مفيش حاجه فيها تيجي، بس مش معقول يقول لك ماشي ما علينا. عباره عن ما فيهوش فايبرين، ما فيش فايبرين في السيرس، ما فيش. امال سيرو فايبرنس ده اللي فيه فايبرن. بيقولك بقى تمام، ده اللي انا عايزاك تعرفه عن السيرس. السيرو فايبرنس قلنا ان ده اشهر نوع، عباره عن في الحته اللي فيها الانفلاميشن فيها اكزوديت ريتش ان فايبرن، ريتش ان فايبرن. بتطلع فين؟ ممكن يحصل في السيرس كافيتيز، وده اشهر كمان، اشهر ان يحصل سيرو فايبرنس في السيرس كافيتيز، وممكن تحصل في الجوينتس، واشهر حاجه اللونج الفيولاي. هحط لكم صوره هتطلع دلوقتي، الصوره دي بتاعت النيمونيا. يعني ايه نيمونيا؟ النيمونيا يعني ان بتتراكم فلويد، اللي هي بيحصل انفلاميشن للوول اوف الالفيولاي، تمام. انفلاميشن للوول اوف الالفيولاي ده بيخلي برضو يحصل فازو دايلاتيشن والاكزوديت، فالميه بتاعت الاكزوديت تخش جوه الالفيولاي. الاكزوديت ده بيبقى ريتش ان فايبرين، فساعتها بيبقى اسمها لوبر نمونيا. اللوبر نمونيا دي او نمونيا عموما دي معناها انفلاميشن في اللنج. او في نوع تاني يعني مثلا لو جينا رسمناها اللي هي اللوبر نمونيا زي ما قلنا دي الالفيولاي، ومش بيبقى حواليها بلاد فيسلز اهي، هيحصل عشان حصل فوز دايلاتيشن، نفس قلنا نفس الميكانيزم بقى، هيبقى جواها ميه، الميه دي اللي هي الاكزوديت ريتش ان فايبرين. بيقول لك بقى ان منظر السيرو فايبرينز ده عامل ازاي. استنى بتوع الباثولوجي والله كانوا بيشلوني كل امثلتهم اكل اكل اكل، اللي هو كرهوني في الاكل. بيقول لك عباره عن ايه؟ هو التيشو لونه ايه؟ لونه بينك، التيشو لونه بينك. والاكزوديت لونه ايه؟ الاكزوديت لونه ايه؟ مصفر شويه، مصفر شويه. فبيقول لك وحد كده مريض قال لك ان المنظر ده عامل يعني كان الاكزوديت موجود على بينكش سيرفيس. بينكش ده اللي هو الريدنس والهوتنس بسبب الانفلاميشن. قال لك ان المنظر ده عامل كانك حاطط زبده فوق العيش، بريد اند باتر ابييرنس، بريد اند باتر ابييرنس. ده اول تشبيه ليه علاقه بالاكل اللي اخدناه. يبقى بريد اند باتر ابييرنس ده بيظهر في اي نوع سيرو فايبرنس، اللي هو بيكون فيه الاكزوديت موجوده على تيشو انفليمد، تمام.
وقلنا الامثله بتاعته اللي هي مثال اللوبال نموريا، وهتلاقي في الكتاب برضو كاتب فايبرن سبيريكارديتس، ده برضو مثال مشهور اللي يكون في اللي يحصل انفلاميشن في البيريكارديتس في اللي هو البيريكارديوم، ويبقى فيه فلويد اكزودت، الاكزودت ده ريتش ان فايبرن، وهنتكلم عنه ده ايه خطورته بعد كده. كده احنا اخدنا الثلاثه تايبس دولت كانوا ايه المايلد، مين المايلدست الكاتارال، مين الاشهر السيروفايبرنس. نقول اتكلم بكلمتين عن الالرجيك، هو الالرجيك بس تعرفوا عنه ان الاكزودت اللي فيه ريتش ان ايه قلناها ايزينوفيل، بس ايزينوفيلز، وان هو فاريبل على حسب طبيعه الشخص، هل الشخص ده عنده حساسيه جامده ولا حساسيه خفيفه. نتكلم عن الثلاث انواع اللي هم السيفير بقى. السيفير عندنا اشهر واحد بقى اللي بيجي فيه اسئله كتير اللي هو السودو ميمبرنس. سودو ميمبرنس ليه قلت سودو ما قلتش ميمبرنس؟ عشان اقول على ميمبرين ان هو ميمبرين، الميمبرين ده عباره عن خلايا عايشه، خلايا عايشه، خلايا عايشه عامله ميمبرين، تمام، living cells. انما سودو ميمبرنس لا، معناها ان الخلايا اللي مكوناه هي سيلز اللي هي dead cell necrotic cells. ايه السودو ميمبرنس ده؟ في infections معينه اشهرهم دي تتحط برضو حلقه في ايديكم حلقونا بالاحمر، الدفتيريا. دفتيريا بصوا انا ما كنتش بذاكر مايكرو، انا هضحك عليكم، كنتش بذاكر دفتيريا. دفتيريا بتتكتب ازاي؟ هو انا ليه حاطه الاتش قبل التي؟ انا برضو حسيت انا كتبت حاجه غلط. دفتيريا، الدفتيريا دي على طول. بصوا انا ما اعرفش حاجه عن المايكرو غير ان الدفتيريا بتعمل سودو ميمبرينس كولايتس بس، وانتم مش محتاجين تعرفوا اكتر من كده. سودو ميمبرينس كولايتس، سودو ميمبرينس كولايتس يعني نوع الانفلاميشن بتاع سودو ميمبرينس. يعني ايه؟ بتيجي تهاجم فين؟ الكولون. هتبص على الكولون هتلاقي ان الكولون نفسه، هبص عليه، دي عبارة عن الميوكوزا، ميوكوزا، وتحت الميوكوزا في سب ميوكوزا. الدفتيريا هتيجي تعمل انفلاميشن في السب ميوكوزا، يبقى انا اول حاجة هلاقي انفلاميشن في السب ميوكوزا. الانفلاميشن ده طبعا زي ما قلنا معركة بقى، الدفتيريا وجاي لها النيوتروفيلز وبعد كده ايه السيلز بتاعت الميوكوزا تبدا ان يحصل لها نكروزس وتقع، يبقى انا عندي نكروتيك سيلز هنا، نكروتيك سيلز، نكروتيك سيلز، نكروتيك سيلز، اهي نكروتيك سيلز بتقع من المعركة دي. والاكزودت طبعا يطلع في اكزودت، والاكزودت مليان ايه؟ في ايه الاكزودت؟ في الفايبرين نتوركس، ما هي الفايبرين نتورك اللي بيحصل فيها المعركه. قلنا ان الفايبرين نتورك قلنا المره اللي فاتت اللي هي اللي بتمسك الانفلاماتوري سيلز ونيوتروفيلز بقى وانفلاماتوري سيلز وكده، نفس اللي قلنا الانفلاماتوري سيلز والبكتيريا واللي هي عشان كده انا اتاكدت